اللي تقال كله الحقيقة متفق مع جزء كبير من اللي تقال، ولكن كنحاولوا يعني نعطيه لمحة على التعاطي متاع الحكومة مع أزمة الكوفيد 19. فما الإجراءات الصحية من شاطر اللي قالوا السيري ذا وأنه بلادنا نجحت في احتواء الأزمة، فما أيضا الحكومة خذت إجراءات اجتماعية وإجراءات لمعادلة بعض القطاعات الاقتصادية. تقريبا 1,100,000 عائلة تمتعوا بالمساعدات اللي قدمتها الحكومة، وفما تطور حتى في طريقة إيصال تلك المساعدات وتلك التحويلات المالية. ولكن من ناحية الاقتصادية الدولة خصت تقريبا 2.5 مليار دينار، ثم بعد ذلك وقعت ترفيع. إلى حد اليوم إيمان عندنا 12,500 مؤسسة مسجلة يعني وأبدت رغبتها باستنتفاع، فقط وقعت معالجة 1,000 ملف للأسف الشديد، 12,500 في 5 أسابيع. للأسف الشديد فما تباطؤ كبير في معالجة الملفات المودعة وفي تمتيع المؤسسات بامتيازاتها. المساعدة والدواء إذا كان ما يجيش في وقته يولي ما عندوش حتى فايدة. نجيو إلى الحقيقة بعض النقاط اللي أعلن عليها السيد رئيس الحكومة، خاصة من ناحية المالية العمومية. اليوم من الواضح وأنه حالة الانكماش الاقتصادي اللي باش تعرفها تونس سنة 2020 توقعات يحتوي على 7%، على الأقل في حدود 5%. اليوم صندوق النقد الدولي ما زال كيف أعلن وأنه الانكماش اللي أعلن عليه في حدود 4.3% باش يزيد يرتفع، وهو أمر طبيعي. الانكماش الاقتصادي هذا عنده تداعيات على نسبة البطالة اللي باش ترتفع، عندنا تقريبا 275,000 معطل عن العمل الإضافي، نسبة البطالة باش تكون 19.6%، عندنا ارتفاع نسبة الفقر للأسف نقولوها بكل مرارة اللي باش ترتفع من 15.2 إلى أكثر من 19%، عندنا أكثر من 30% من الأسر دخلهم باش يتراجع. إذا نحن في وضعية اقتصادية صعبة وصعبة جدا، إذا كان نضيفوا لها التضخم فهي أسوأ الأزمات الاقتصادية، ستون كريز دو ستاغفلاسيون. بالإضافة إلى الجانب هذا تعرفوا أن موارد الدولة الجبائية باش تتراجع بما لا يقل عن 4.5 مليار دينار، والحقيقة الراوة أنه التراجع هذا من عرف السيد رئيس الحكومة بتأكد من الأرقام اللي عنده، ولا أنا نتوقع وأنه تراجع الموارد الدولة الجبائية باش يكون أكبر بكثير من المبلغ اللي أعلن عليه السيد رئيس الحكومة. كيفاش باش تقع المعالجة نتاع المعضلة هذه اللي تتمثل في تراجع موارد الدولة الجبائية سنة 2020؟ اللي قال عليه السيد رئيس الحكومة تقريبا فما 5 نقاط نشير لهم بسرعة. النقطة الأولى هو مسألة الإجراءات الجبائية الجديدة اللي باش توفر تقريبا 1,300 مليار. خلينا نشوف نجيو ساعة من حيث المبدأ كما يقول المحامين. من حيث المبدأ في فترة أزمة اقتصادية مش ممكن تكون المعالجة من خلال الترفيع في الضغط الجبائي. وإذا كان نزيد نبسط أكثر، هالإجراءات الجبائية الجديدة اللي أعلن عليها السيد رئيس الحكومة تتمثل أساسا في الترفيع في الخصم من المورد على الإيداعات الآجلة من 20% إلى 35%. هنا أنت إذا كان تجي وتضرب الإدخار وترفع له في الأداءات اللي يعني يتحملها المدخرين، كيفاش باش يقعد عندنا الإدخار؟ الأكيد هو أنه الإدخار باش يتراجع، وعندما يتراجع الإدخار طبعا الاستثمار يتراجع. فما قاعدة أساسية وأن الإيداعات الودائع هي اللي تخلق القروض وهي اللي تمول الاستثمار مش العكس. إذن فما أعتقد وأن سوء فهم في الباب هذايا، والزيادة في نسبة الخصم من المورد على الفوائد الإيداعات الآجلة هو خطأ كبير وخطأ خطير جدا باش يضرب الإدخار والاستثمار.